لا صوت يعلو هنا على صوت مناشير تقطيع أغصان وجذوع الأشجار قبل تحويلها إلى فحم تقليدي. وتوفر هذه المنجرة مورد رزق لبعض سكان هذه القرية الصغيرة بمحافظة السلط رغم خطورة المهنة نتيجة انعدام فرص عمل بديلة. المنطقة اللي احنا فيها يعني شغل ما فيه، مصانع ما فيه، شغل ما فيه، وهذه يعني مهنتنا شغل فيها من 5 سنوات وبقسم فيها لقمة عيش، يعني تقريبا معدل 25 دينار. قبل في منجرتين بشتغل بهاي بشتغل بهاي، الآن منجرة واحدة، ممكن يوم يومين بالشهر يومين بالأسبوع. مهنة تصنيع الفحم تبدأ بتقطيع أغصان الأشجار التالفة قبل وضعها في هذه الحفرة وتغطيتها والبدء بحرقها وتحميلها لاحقا لبيعها في الأسواق، مهنة مهددة بالانقراض بسبب استيراد الفحم من الصين والهند إضافة لتداعيات جائحة كورونا. صرنا 40 سنة عمرنا ما بنعرفش أصلا نشتغل غيره، بالعكس احنا بنشغل اولادنا وبنشغل اولاد الشباب بالبلد اللي قاعدين، بنعلم اولادنا بالجامعات الحمد لله من الشغله هذه اللي انت بتشوفها. بس رغم ذلك يعني بدل ما تشتغل 4-5 ساعات والله انا قاعد بشتغل 10 ساعات وفوق مشان انك تامن نقمه الخبز بشرف وامانه. هسه الفحم المستورد اللي بيجي من الهند ومن الهندي والصيني هذا عباره عن تراب بس مكبوس كبس. ومع تراجع مبيعات الفحم يضطر أصحاب المفاحم في القرى الشمالية بالأردن إلى بيع ما لديهم من حطب ليستخدمه سكان تلك القرى في مدافئ الحطب القديمة. داخل هذه الحفرة تحول أغصان الأشجار لفحم تقليدي، مهنة اتخذها أبو زهير وسيلة لكسب المال والرزق وإعالة عائلته منذ أكثر من 40 عاما، وها هي اليوم مهددة بالانقراض بسبب الفحم المستورد وغياب الدعم الحكومي وجائحة كورونا. حيدر العبدلي، الحرة، السلط.